الكلام الطيب عن الحاكم والإمام، لأن الإمام كما قال السلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام جنة وحاكم المسلمين، ولو كان فيه ما فيه فالواجب على الداعية أن يظهر محاسنه وأن يخفي عيوبه وما يتكلم عنه، ودي ميزة السلفي. شوف دي علامة تعرف بها السلفي، الإنسان السلفي يتكلم بالكلام الطيب عن الحاكم ويثني عليه ثناء طيبا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة، قال وألا ننازع الأمر أهله. الكلام القبيح عن الحاكم من المنازعة، من منازعة السلطان، ونحن كسلفيين الحمد لله لا رغبة لنا في حكومة ولا رغبة لنا في مناصب ولا لجنة شعبية، لجنة شعبية ما دارينا، نحن دعاة ندعو إلى الله تبارك وتعالى، ما عندنا رغبة في كراسي ولا في مناصب ولا في غيره، بل من صميم عقيدتنا أن ندعو للإمام بالصلاح، ما بنخجل من الكلام ده. أنا عارف المجتمع ده فيه علمانيون ضد الحكومة، فيه أخوان مسلمون ضد الحكومة، المجتمع الغالب فيه تربى تربية ثورية، مش مجتمعنا ده يتربى تربية ثورية، لو ركبت في الحافلة كويس وفي الاصطف في زحمة ينبذوا ليك الحكومة وشتموها، دي تربية عند كثير من الناس عندنا إلا من رحم الله. على أي حال، من صميم ديننا ومن منهجنا إنه نتكلم عن الإمام كلاما طيبا.